طب زين رح يلزم مرة ختيارة. من وقت ما بلشنا نحقق بقضيته والمصايب عم توقع فوق راسنا. جورج بليز روق، هيدا الحكي هلا ما رح ينفع، لازم نفكر صح. كيف بدك اياني روق؟ بظن رح يلزم مرة ختيارة. من وقت ما بلشنا نحقق بقضيته والمصايب عم توقع فوق راسنا. جورج بليز روق، هيدا الحكي هلا ما رح ينفع، لازم نفكر صح. كيف بدك اياني روق؟ هي امي عم نحكي عنها، بتعرفي شو يعني؟ لا ما بعرف، انه للاسف ربيت بلا ام.